انا ما هبطتش عند الليعه والبطيخ، انا من الاول بديت بزيت النخيل اللي صاروا لي معاه مشاكل، على خاطر انا تعديت بازمتين من الماكله وصرحوا لي مرتين العروق وعطاوني مريول هدايا، فهمت مريول هدايا. انا نمشي سالد سبور في امريكا لازمني نلبسه، علاش نلبسه؟ يشوفوني العباد كل عينهم عليا، تيحشي مش كاردياك تيلي اي حكايه هاو كبير مريولي يعرفوني. ان شاء الله تولي توصل فكره هذيا عندنا حتى في تونس. نحب نوعي العباد مش كان الشعب التونسي، حتى الشعب الامريكي زاد وعيت وعامل حكيت في راديوات في امريكا على الحكايه هذيا، وتوا في تونس معناها بلادي اولى. الشعب التونسي لازمه يفيق على المشاكل اللي باش يلقاها في المستقبل، راهو توا يضحكوا ويلعبوا ما فما شيء، ومن بعد الامراض باش تبدا تخرج. انا ساعة ما نخافش، ما عندي علاش باش نخاف، وما المنتجات نتاعهم هذوما تحت انا هما حاطين عليهم المكونات نتاعهم مش انا جبتهم. بقينا هما يمكن بالك يسخالوا الشعب التونسي ماهوش مثقف. الشعب التونسي من العباد المثقفة الأولى في العالم، معناها ما تنجمش تعديها عليه، يمكن يغفل أما ما تتعداش عليه.